أشرقت شمسة بروحي أعزائي المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري وزوجي عادل الشمري. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك بالمشاهدين. في هذا البرنامج راح نكون على تواصل معكم، والبرنامج ضمن صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، وفيديو قصير نتأمل فيه وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير بما يخص موضوع اليوم، وصلاة لجارتنا الحبيبة الكويت وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات على برنامجنا. واليوم نبي نتكلم عن السراج أو الفانوس. هذا ممكن نصلين الموضوع هذا؟ آمين. نشكرك لنا صالح، نباركك نمجدك يا رب. يا رب نشكرك من أجل هذا اليوم، من أجل هذه الحلقة يا رب. يا رب نضع هذه الحلقة بين يديك لتكمشيتك ورادتك فيها يا لنا صالح. يا رب نصلي بأنك أنت اللي تلمس القلوب يا رب، وكلمتك يا رب تكون منارة لكل واحد يا رب. يا رب نصلي من أجل خلاص نفوس، يا رب نصلي من أجل بركات عظيمة، لأن أنت أبو البركات. باسم فادينا ربنا يسوع المسيح نصلي لك كل كرم ومجد. آمين. آمين. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. السراج هو الفانوس. السراج هو عبارة عن وعاء مصنوع من الحجر، ويحتوي على فتحة توضع فيها الفتيلة، فيبقى نصف الزيت ونصف برة، وطرفها الآخر هو على حافة السراج لإشعاله. اختلفت المسميات والمعنى كله واحد، هو اللي كانوا أبانا وأجدادنا يستخدمونها في الماضي، ولا زال البعض إلى اليوم هذا يستخدمونها. بعد ما شفنا هذا الفيديو يذكرني في آية في الإنجيل، خلونا نسمعها مع بعض في مزمور 119. سراج لريولي كلامك، ونور حق سبيلي. إذا وصلك خطاب من إنسان عزيز عليك، ما راح تفرح فيه وتقراه مرات عديدة؟ مو هل أحسن أن تفعل نفس الشيء في الرسالة التي تجيك من الله؟ الكتاب المقدس يقول سراج لرجلي كلامك ونور سبيلي. شنو يعني كلام الله؟ هو الكتاب المقدس، وهو رسالة مقدمة لنا من الله. كلمة الله هي الغائد الحقيقي اللي ينير لنا طريقنا. ليش يقول عنها مصباح لريولي؟ لأنها ما تنير العيون فقط، لكن تعطي فهم وحكمة، أيضا تنير للقدمين عشان يمشون في الطريق الحق. ما يكفي حق المؤمن أن يتعرف عليه خلال الاستنارة الإلهية، إنما أن يسير فيه حتى يبلغ غايته. وكأن غاية الوصية مهي فقط الكشف عن إرادة الله لنا، وإنما تبدد من أمامنا ظلمة الطريق الخاطئ، وتكشف لريولنا طريق الحق فنتبعه. سمى المسيح نفسه نور العالم، وفعلا كان نور مشع أنار عقول وقلوب الملايين بكلامه، عمله وحياته. واليوم نستطيع أن نقول أن الملايين من الناس تتبعه ويسيرون حسب تعاليمه، وبشارته أصبح الدستور لشعوب كثيرة. أوصى تلاميذه أن يكونوا بدورهم نور العالم،
يقول لهم أنتم نور العالم. شلون نصير نور العالم؟ إذا قرينا كلمته وتعمقنا فيها وعملنا فيها راح كلمته تكون سراج وتنير لنا، وإحنا في دورنا النير للآخرين. واليوم عزيزي المشاهد كلام المسيح يشملنا أنتم نور العالم، مطلوب منا أن نكون شموع مضيئة للنير لمن حولنا. ونحن نرى كم أن الظلام دامس، كلمة الرب هي تنير الضمير بكل هذا، لنضيء لنا الطريق إلى الأبدية بتعاليمه، وفيه نال الاستنارة والحكمة الروحية العالية، استنارة القلب والذهن. كل كلمة من فم الله إنها تغوي وتشدد، تكون كلمة الله كالمطرقة اللي تتحطم الصخر. إيه هذه كلمة الله؟ في أرمية 23، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ أحبائي أتمنى أن نقرأ كلمة الرب ونتعمق فيها لأنها لنا فيها حياة. أشعية 55، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. أصلي بأن الرب يعطيك جوع وعطش ليس للأكل أو الماء وإنما لكلمته هو. بعد ما سمعنا هذا التأمل الجميل المعزي جدا، ممكن عادل تصلينا من أجل منطقة في الكويت؟ أمين. احنا مثل ما تعودنا كل مرة نصلي حق منطقة في الكويت، اليوم راح نصلي حق منطقة شرق. منطقة شرق هي من المناطق اللي في العاصمة في الكويت، وسميت بهذا الاسم لأنها صايرة على شرق قصر السيف. خلينا نصلي لهم. نشكرك إلهنا الصالح، نباركك نمجدك يا رب. يا رب نصلي من أجل منطقة الشرق يا رب. يا رب أنت اللي تنير في شمسك عليهم يا إلهنا الصالح. يا رب تخليهم يعرفونك يعرفون شخصك يا إلهنا الصالح عشان اسمك يتمجد يا رب. يا رب نصلي لهم في بركات يا رب روحية يا إلهنا الصالح. يا رب تعطيهم جوع وعطش لكلمتك أنت يا إلهنا الصالح. يا رب تكون أنت النور على منارة في منطقة الشرق يا رب، تحفظها من كل شر وشبه الشر يا رب، تحفظ شعبها أيضا ويعرفون شخصك يا رب. باسم الرب يسوع أصلي ولك كل كرامة ومجد. آمين آمين. خلينا نشوف ترنيمة ونستانس كلماتها، ولو كان عندكم أعزائي المشاهدين أسئلة أو اقتراحات بخصوص برنامجنا ما ترددون تكتبون لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الاحلام، سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الأحلام. وأنا بعبد إلها ما أعرفه وله بسجد، ما هو حبا فيه خايفة،
وانا بعبد إلها ما أعرفه. وله بسجد ما هو حبا فيه خايفة، وما فهم بس أقول أمين. سنين سنين في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق من حررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح في المسيح الحق من حررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين، يا هلي ويا أصحابي. تلقون الحق في المسيح الحياة، صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي. تعرفون الفرق في محبة الله، وصلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي. تلقون الحق في المسيح الحياة، صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي. تعرفون الفرق في محبة الله، حبني ورعاني وكان لي يا معين. سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين. اسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا تجادل، وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا براهين. فتاوي في كل المسائل، وقالوا اطلب العلم واسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا لا تجادل، وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا براهين.
فتاوي في كل المسائل، احترت اصدق مين ولا مين. سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين